بسم الله قبل الابتداء. بسم الله الذي جعل لكل داء دواء. بسم الله الذي انزل من السماء ماء. بسم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والذكر الحكيم، آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى، القارئ بإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، وقارئ مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة والمقيم بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا Yeah.
عليك يا سيدنا. ما شاء الله ما شاء الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا Thank you.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه في الدنيا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون. فإن فسيكفيكهم الله يا رب فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى آيات طيبات من ذكر الله الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة والمقيم بالقاهرة كبرة الصوت التابعة لكبرى مخازن الفراشة والإنارة الكهربائية أولاد هاشم المقيمين بالسلمانية. السادة والأخوة المعزين جميعا شكر الله سعيكم والبقاء والدوام لله.